طيب الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم، صوتكم الذي يصل عبر شاشة الرافدين. نستقبل اتصالاتكم ورسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب حول آخر التطورات على الساحة العراقية وعلى الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. يوم أمس احتفل العالم بيوم المرأة العالمي، فكيف هو حال المرأة العراقية بعد 18 سنة من الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق؟ كيف هو حال المرأة العراقية في ظل حكومات متعاقبة حكمت العراق؟ لماذا ألغيت وزارة المرأة في عام 2015؟ وماذا قدمت أصلا هذه الوزارة في السنوات التي سبقت إلغائها؟ أليس العراق من ضمن أعلى الدول على مستوى العالم وعلى المستوى العربي في عدد الأرامل والمطلقات؟ فما هي الأسباب؟ ألم تقمع حكومتي عبد المهدي والكاظمي المرأة المتظاهرة في ساحات تشرين؟ ألم تقتل الميليشيات المرأة العراقية التي نادت بوطن خالي من الفساد والتحزب؟ تساؤلات نناقشها معكم بعد هذا الفاصل. نلبس حزام وشتاء وتطلع النسوان، ماكو غير الرد على التدخل الإيراني السابق بالشأن العراقي. احنا مستمرين لحين ناخذ المطالب، هاي قعدتنا، ما نروح حد ما يجينا امر اداري يصدر بينا كلنا نتعين. هذا وطننا، هذا العراق، ما نرخصه مثل البعض. احنا ثوره احرار، احنا ثوره ابطال، احنا ثوره ندافع عن العراق، نريد نرجع العراق الى هويته. يمر يوم المرأة العالمية على العراقيات وما زالت تداعيات حكومات الاحتلال المتعاقبة تؤثر سلبا على حياتهن، حيث ارتفعت نسبة الأرامل والمطلقات والمعيلات. بالمقابل تفاعلت المرأة العراقية مع حراك ثورة تشرين بأكبر صورة مشرقة. دعونا نتابع هذا التقرير حول المرأة العراقية في اليوم العالمي للمرأة. يوم واحد في السنة لا يكفي لسرد قصة المرأة في العراق بما فيها من مآس وتعنيف ومواقف مشرفة في الحراك الشعبي ضد نظام المحاصصة الذي كانت المرأة العراقية أهم ضحايا تداعياته. ثائرة ناشطة، طبيبة ومسعفة، فنانة وأديبة، سطرت أروع القصص في تظاهرات ثورة تشرين لأنها وجدت مكانتها الحقيقية في صناعة التغيير بعد أن همشتها الحكومات المتعاقبة وجعلتها عرضة للعنف الأسري والتفسخ العائلي. وفي الفترة الممتدة ما بين عامي 2005 و2016 أشارت إحصائيات نقلا عن مسؤولين ومنظمات مدنية أن ما بين 90 إلى 100 امرأة عراقية تترمل كل يوم نتيجة أعمال القتل والعنف الطائفي والجريمة المنظمة في العراق. ويقول مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية من جنيف إن هذه الأرقام قد تكون أقل مما هي في الواقع، إذ أخذ بالنظر الاعتبار جرائم القتل الخفية التي يتعذر تسجيلها. وتكشف مصادر حكومية أن متوسط حالات الطلاق الشهرية تصل إلى نحو 8000 حالة، وقد تجاوزت هذا الرقم في شهر تشرين الثاني عام 2020. ونتيجة الترمل والطلاق وفقدان المعيل تضطر تلك النسوة إلى الانخراط في العمل لإعالة أطفالهن، وازدادت نسبة النساء المعيلات في المحافظات المستعادة بسبب غياب الأزواج والأبناء في معتقلات الميليشيات والقوات الحكومية،
وفي مخيمات النزوح تقبع عشرات الآلاف من النسوة في بقعة أشبه بالمعتقل، فما تخرج إحداهن من المخيمات وتمر على سيطرات الميليشيات إلا وتتعرض للإهانات اللفظية والنفسية والضرب، كما وثقت تقارير محلية ودولية. إنهاء معاناة المرأة العراقية لا تكون إلا ببناء نظام وطني يربطه بالشعب العراقي، عقد اجتماعي يعيد للمرأة مكانتها ويخرجها من دائرة الذل إلى فضاء العدل والمساواة. وكما يقول المتنبي: ولو أن النساء كمن عرفنا لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب ولا التذكير فخر للهلال. العراق بلد الأرامل والأيتام بواقع 8 ملايين بين أرملة ويتيم، حيث حذرت منظمات دولية العام الماضي 2020 من أن يتحول العراق إلى بلد الأرامل والأيتام. في إحصائية نشرت عام 2019 بأن الأرامل يشكلن نسبة 65% من عدد نساء العراق سجلات شؤون المرأة. وتشير سجلات وزارة شؤون المرأة قبل أن تلغى في العراق بأن هناك 8 ملايين أرملة في مختلف أنحاء العراق حسب السجلات الرسمية، تشكل 65% من عدد نساء العراق، وقد تشكل نسبة 80% من النساء المتزوجات بين سن 20 و40 في بغداد وحدها 300,000 أرملة بنسبة 35%. في الكثير من مناطق العراق تعاني الأرملة من صعوبة الزواج مرة ثانية بسبب العادات والتقاليد ونظرة الناس للأرملة وكأنها هي السبب في وضعها المأساوي. كذلك أدى وباء كورونا، جائحة كوفيد-19، إلى تفاقم الحالة في الأشهر القليلة الماضية بسبب عدد الوفيات الكبير الذي ربما تسبب في ترميل الكثير من النساء. في عام 2015 تم إلغاء بعض المناصب الوزارية، منها وزارة الدولة لشؤون المرأة من قبل حكومة رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي. طبعا عزا ذلك إلى مقتضيات المصلحة العامة واستنادا إلى المادة 788 من الدستور وتفويض مجلس النواب. تم تأسيس في 2004 أول وزارة للمرأة، وشغلت منصبها أول وزيرة كانت نارمين عثمان، تلتها أزهار الشيخلي ومن ثم فاتن عبد الرحمن، وكذلك مرة أخرى نارمين عثمان، وثم نوال مجيد السامرائي وخلود وابتهال قاصد الزيدي وبيان نوري عام 2015. طبعا وصلت التحديات ذروتها عام 2015 بعد انشغال الحكومة في معارك استعالة المدن من سيطرة داعش وتصاعد الأزمة المالية والفساد الحكومي وكذلك هبوط سعر برميل النفط. هذه كانت من الأسباب التي ذكرت في ذلك الوقت من ضمن الوزارات التي ألغيت بسبب هذه الأسباب، ألغيت وزارة شؤون المرأة. ماذا قدمت هذه الوزارة للمرأة العراقية على مدى نحو 11 عاما سبقت إلغاء الوزارة؟ إحدى الناشطات تتحدث إلى موقع أرفع صوتك وهي أمل الجابري، قالت بأن المطالبات بإعادة وزارة المرأة ليست حلا لمشكلات النساء العراقيات. حسب دراسة المرأة العراقية واقع وتحديات عدتها دائرة البحوث التابعة لمجلس النواب عام 2014، فإن المرأة العراقية كانت ولا تزال بعيدة عن القيام بدورها الإيجابي بسبب العوائق التي تقف أمامها وتحول دون نهوض المرأة العراقية. تتمثل العوائق بعدم الاستقرار، الوضع السياسي والأمني، وكذلك العادات والتقاليد، شعور المرأة بعدم الاستقرار النفسي إضافة إلى حوادث العنف الأسري، مما يخلق نوعا من الشعور بالغربة وعدم الانتماء والاستقرار. تشير التقارير بأن وزارة المرأة لم تحقق شيئا خلال 11 عاما من مسيرتها، وعلى العكس فقد تراجعت حقوق المرأة كثيرا ولم تمثلها الوزارة يوما. مثل ما تحدثنا، كيف يرى المتابع والمشاهد والمواطن العراقي حال المرأة العراقية في
ظل السنوات التي أعقبت الغزو والاحتلال الأمريكي للعراق. معنا اتصال، معنا حسين من النجف، تفضل أخي حسين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. الله يسلمك. يا هلا بك. المرأة من ولحد الآن بعد الاحتلال الأمريكي هي شريحة من شرائح المجتمع اللي تدمرت من خلال الغزو وما عن هذا الحق اللي هسه جاري بالعراق الطبقة السياسية. هي ضحية من ضحيات كل الطبقات المجتمع، رجال ونساء، تعليم وكل مؤسسات الدولة بدون استثناء. تركيز الضعف الدولة أثر على كل شرائح، وأول شريحة تضررت بهذا الضعف الدولة ولعدم عدة استراتيجية بناء دولة مؤسسة في وزاراتها. أدى واحد من الضحايا هو المرأة. نتيجة حكومة ضعيفة غير وطنية مو عراقية، ما عدة استراتيجية بناء دولة مؤسسات دولة محاصصة وطنية. المحاصصة أثر على كل مؤسسات الدولة ومن ضمنها المرأة. نعم. الله ينعم عليك. الله يسلمك. يعني احنا يعني من ضمن التساؤلات اللي طرحناها واللي تطرحها يعني المرأة والناشطات بأن وزارة المرأة التي أسست في عام 2004 في العراق ولغاية 2015 لم تقدم شيء للمرأة، لماذا برأيك؟ هل كذلك بسبب الفساد الحكومي؟ السبب الرئيسي حقق الشيء للمرأة، لأن كل مؤسسات الدولة وزارات الدولة كلها الفساد. يا أخي الفساد منتشر من القرية إلى العاصمة للحكومة. الآن الفساد منتشر بكل جسم، وهذا سبب الفساد، والفساد اللي سببه منه سببته المحاضرة. نعم. الله ينعم عليك. الله يسلمك. أنا أشكرك أخي حسين من النجف، ونذكر بالأرقام الظاهرة على أسفل الشاشة لمن يريد المشاركة والإدلاء برأيه وبصوته حول موضوع المرأة في العراق بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي مر يوم أمس. هذا الجزء الأول من الحلقة راح نخصصه للمرأة العراقية. معنا اتصال أبو عراق من الفلوجة. أبو عراق، شو تشوف وضع المرأة العراقية خلال السنوات الماضية؟ السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام ورحمة الله. يا أخي اليوم المرأة إذا تيجي تنميها بيومها بعيدها، خلي يرجعوا لها ولدها. المرأة العراقية المنكوبة. نعم. إحنا هناك يحتفلون بيوم المرأة، هنا المرأة العراقية منكوبة. رجعوا لها ابنها المفقود، رجعوا لها ابنها المسجون. هذا احتفالها. بس قل للمرأة شو وقت شافت راحة هي العراقية؟ شو وقت شافت راحة؟ شو كل ضيم الضيم، قهر بقهر، تعب بتعب. عم المرأة الله يعينها المرأة العراقية، والله يراد لها عيد وحدها، يراد لها احتفالية وحدها، مو العالم هذا. الله عليك، تقيس المرأة العراقية ويا الدول البقية. نعم. ملطلطة تلجم سرعتها تروح تواجه ابنها، تشوف المقابر متروسة نساء جاية تروح تزور ابنها. عمي أي مرأة عراقية؟ هم سووا بينا دولة، سووا بينا، هم خلوا كرامة المرأة العراقية، خلوا للطفل، خلوا للزمة الشديد. عمي مو فتتونا، لعبوا بينا طابة والله دمرونا. الله ينتقم منهم إن شاء الله. المرأة العراقية هاي حالها المرأة العراقية، هاي الماجدة، هاي المرأة اللي ضحت وناضلت، هاي تاليها مصيرها؟ نعم. بالشارع أكل ما عندها، يرضوها هم، يرضوها على أمهاتهم، يرضوها على خواتهم. الحمد لله هاي حكومة والله ما أدري اشتحكي عليها يعني قليل بحق. ما كافي انت يا الحكومة، كافي بوك، وركب غيره ما عندكم.
وامير وامير انساني ما عجبكم؟ نعم. خبصت الشيخ قبل كم يوم قال الباب وحل، انت ما تحيلون بهاي المره العراقيه ولكم الخير ما تحيلون بالبقيه. نعم. لكم شوي حسي كافي عاد كافي عاد. انا اشكرك استاذ حامد. انا اشكرك ابو عراق من الفلوجه كان معنا صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. نرحب بكم قناتكم الكريمه. يا اهلا بك، هل تتحمل الحكومات المتعاقبه ما وصلت اليه المراه العراقيه ان كانت ارمله، ان كانت خريجه ولم تحصل على تعيين، ان كانت امراه تبحث عن قوانين تنصفها داخل قبه البرلمان، وان اقرت هذه القوانين هل سوف تنفذ على ارض الواقع؟ نعم اخي صباح. طبعا كل المشاكل اللي جاي تمر بها المراه العراقيه هي تتحملها الحكومه العراقيه المتعاقبه كلها من 2003 لحد الان. والبرلمان العراقي ايضا يتحمل هاي المسؤوليه، والمجلس القضاء الاعلى ايضا يتحمل المسؤوليه، لان لا البرلمان جاي يشرع قوانين تحمي المراه العراقيه من كل الظروف اللي هسه الظروف الامنيه والظروف الاقتصاديه والمعيشه وغيره. لا القانون شرع ولا رئيس الوزراء يحمي ولا القضاء العراقي يطبق هذا القانون اللي شرعوه، كلهم ملتهين بالفساد والبوق لا غير، يعني ما عندهم غير شيء انهم يملون جيوبهم من هاي الميزانيه والنفط وبس، لا بناء لا اعمار لا حمايه للمراه العراقيه، تعنيف المراه العراقيه على ايد ازواجهم على ايد اخوتهم اهلهم على ايد القوانين الموجوده اللي ما تحميها. المفروض بالبرلمان وبالرئاسات الثلاثه كلها والقانون العراقي يحميها ويطبقها القضاء ويطبقوها مدراء المراكز الشرطه، لان عده حالات صارت بالشارع العراقي وينزلوها مقاطع على الفيس وعلى غيرها مواقع التواصل الاجتماعي، يعني حتى تنقهر على هيك مواقف للمرأة العراقية. التحرش اللي موجود في دوائر الدولة كلهم منتسبين ويمثلون القانون، من تراجعهم واحدة حلوة أو واحدة ما وياها رجال أو غيره كلها حالات موجودة. يعني مو تقول احنا جاي نحكي أبناء العراق ومن الشارع جاي نحكي، نسمع الضباط والمنتسبين الموجودين في دوائر الدولة عندما تراجعهم أحد نساء العراق يتم التحرش بها ويعطيها الرقم وغيره، وأشكال طلعت هيج حالات الزواج القاصرات اللي حزب الفضيلة اللي شرعت تحت وطفتوا به تحت السن القاصرات التسع سنوات، أيضا هذا ما شفنا من القضاء العراقي ولا الرئاسات الثلاث، وقفوا بوجه هيج حزب شلون شرعون تحت السن القانوني الزوجون. اختيار الناشطات يعني ما ظلت لها قيمة المرأة العراقية من تطلع الطالب بحقوقها، وشفنا احنا القبعات الزرق والعصائب وبدر وحزب الله شلون اغتالهم الناشطات في البصرة والناصرية والنجف وغيرها، وتم تعنيفهم وتم ضربهم على ايد احد. اخير مقطع كان عقيد بالداخلية يضرب بالبنات الخريجات اللي طالبن نعم بتعيين ثلاثة ايام. نعم. وسوء انتحار صارت عندنا عدة حالات. نعم. لسوء المعيشة، يعني يا قانون هذا يحميها، وين يعني وين الدولة عن الانتحار اللي يصير بسبب سوء المعيشة؟ وعندك منظمات المجتمع المدني والجمعيات النسوية اللي قبل بنظام صدام كانت تدعم من قبل هاي الجمعيات، تدعم المرأة العراقية بمكينة خياطة فتشي في سبيل تشتغل ببيتها وتساعد رجلها بالعيشة. الآن وين دور الحكومة؟ أولا هي المسؤولة، المفروض تدعم هاي المنظمات المجتمع المدني. نعم. وتدعم هاي الجمعيات اللي مسؤولة عن المرأة في سبيل تأخذ دورها بصورة حقيقية. المفروض وزارة شؤون المرأة سابقا. نعم. من 2004 مثل ما تفضلت بتقرير 2015 ألغيت، يعني في ظل هذه الأرقام. نعم. أرقام مفزعة. نعم. في صباح. هي لها يعني 8 ملايين بين أرملة وبين يتيم في العراق. نعم. من أعلى المعدلات على مستوى الوطن العربي وكذلك من ضمن الدول على مستوى العالم. غير المفروض الحكومة تهتم بهذه الوزارة، هم قاموا ألغوها الوزارة. نعم. المفروض حتى الوزيرة من كانت وزيرة من 2004 لحد 2015 بعد ما تهيكلت الوزارة، المفروض عندها إنجازات. شنو إنجازاتها بالنسبة للمرأة العراقية؟ ماكو، صفر. هي يعني حال الوزيرة اللي صارت حالها حال أي وزير فاسد، يعني ما عندها أي دور ولا عندها إنجازات في سبيل واحد يثبت لها إنجاز لهاي الوزارة الفاشلة.
زين اغلب النساء العراقيات عندها ابناء مفقودين ومعتقلين، واحنا نشوف المراه شلون جاي تنهان كرامتها عند ما طالب بزياره للسجن، السجن موجود خلي العوائلهم يشوف سواء الزوجه او الام اللي 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 قاعدين بس يدعون على على الحكومه وعلى اللي سنهج قوانين ما يخلي لا زياره ولا مواجهه ولا يساعدوهم في امور قانونيه بحيث يضمنون كرامه المراه العراقيه. لا. يعني وعندنا احنا فد موضوع ثاني، عدم تمثيل المراه سياسيا، ما عندنا مراه تمثل المراه العراقيه الحقيقيه، يعني مو مثل حنان فتلاوي او عالية نصيف او عديلة حمود، ذولي واجهة يعني سيئة بالنسبة للمرأة العراقية الماجدة اللي ضحت واللي ربت واللي بنت واللي عمرت واللي زوجت وتعبت ان تتجازى قانونيا ومن رئاسات ثلاثة ومجلس القضاء الاعلى هيك يتعامل مع المرأة العراقية. نعم. يعني مع الاسف كلها تتحملها رئيس الوزراء والبرلمان، البرلمان العراقي بسنته وشيعته والاكراد المفروض بهم قاعدين بس يسنون قوانين. نعم. تخدم المواطن العراقي، ما سنة قانون يحمي المرأة. صباح من بغداد كان معنا أبو كرار من كربلاء. أبو كرار تسمعني؟ أحبكم الله ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بك أبو كرار. يعني مثلا إذا تحدثنا عن العنف الأسري اللي يعني في أرقام مرتفعة في العراق، هل هذا بسبب الوضع الاقتصادي وعدم تشريع قوانين لحماية المرأة في العراق، أم هو بسبب يعني عادات وتقاليد؟ العراق اجمالا بالعراق سواء بالنسبه للرجل او المراه حقوق خاصه الطبقه الفقراء. يعني التصور يوم مراه ما عندهم اكل من الصبح لحد المغرب هم ما طابوا، قد ما حاجت هاي المراه بكت قلت ليش 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 تشين الصبح اليوم احنا اكل من يعني تصور شنو من حكومه شنو من ناس هي بس المراه اخويا. نعم. شنو تسوي منجز من هذول القاده الشيعه اللي يدعون بين قاده شيعه واحد كهرباء وجبه فد كرامه للناس الناس ماكو جدي، هذول ناس عصابات مرتبه هدموا العراق وهدموا الانسانيه وحتى الانسانيه ضاعت من الناس، الناس تاهت. يعني التمرت تقتل زوجها ببلوكها هاي من كان احمد حسن بكر الله يرحمه يعني يوزع وجبات، يعني يوزع مو وجبات لا للطلاب مال المدارس وجبات تجيهم عمي لا كل شيء ما بتعمله وجبه غذائيه ماكو، كل شيء ماكو بالعراق بل النهب والكرد. نعم. البابا علي من عمي فرحان جيت البابا شنو سوالي البابا والغير بابا؟ باطن اريد كرامتي اريد عزه نفسي اريد اعيش حياتي. هذا الإنسان كريم والله سبحانه وتعالى يوم دخل جنة النعيم، ولكن هاي الناس تعبت من وراء سقوط النظام. نعم. لا حرامية وكلها مرتزقة وعصابات كل من عصابته وهذا وشين الناس حصلت غالبا فد منجز واحد على أخواننا الشيعة اللي يسمعون الحديث فد منجز واحد للقادة مالتهم لهالشعب هذا المسكين منجز واحد أريد شنو سووه كل شيء ما سووه هذا سرقة مال الشعب. نعم أبو كرار من كربلاء كان معنا شكرا جزيلا لك. طبعا الجهاز المركزي للإحصاء عام 2011 قال بأن 5.4% من الفتيات تزوجن قبل بلوغ 15 من العمر و 23% قبل سن 18 من العمر، فيما أظهر المسح الاجتماعي والاقتصادي للأسر في وزارة التخطيط لعام 2007. نتحدث عن أرقام يعني بعيدة، ولكن رقم 8 مليون بين أرملة وبين يتيم هذا الآن يعني ما صار للسنة. ضحايا الزواج المبكر طبعا يمثل لمحة عن حال المرأة في العراق وعواقب الفقر والأمية والبطالة والحروب والتهجير والنزوح والمعارك وعدم الاستقرار السياسي والأمني نتيجة فشل وزارة المرأة في إيجاد الحلول والسياسات التي تدعم المرأة وتنتشلها مما تعانيه من إهمال، بحسب الخبيرة في علم النفس الاجتماعي الدكتورة بشرى الياسري. وزارة التخطيط في عام 2017 أعلنت بأن عدد الأرامل والمطلقات في العراق بلغ 1,938,000،
هذا حسب نتائج مسح قامت به الوزارة في عام 2016 عدا محافظات الأنبار ونينوى وصلاح الدين ومناطق من محافظة التميم. جاء في بيان الوزارة بأن أعداد الأرامل وصل إلى 878,455 أرملة، منهن 203,000 أرملة تتراوح أعمارهن بين 14 و49، و 675,158 أرملة من العمر 50 إلى وما فوق، وبأن أعداد المطلقات بلغ 122، هذا نحن نتحدث عن 2016، و 438 منهن 105,000 مطلقة أعمارهم كذلك بين 14 و49، فيما بلغ عدد المطلقات من عمر 50 عام فما فوق 17,442. المتحدث باسم وزارة التخطيط الهنداوي في عام 2016 عندما صدر هذا التقرير قال لم يشمل هذا الإحصاء محافظات نينوى والأنبار وكذلك الحويجة وبيجي والشرقاط في محافظة صلاح الدين وفي كركوك، قال بسبب الظروف الأمنية. معنا اتصال رياض من بغداد، تفضل رياض. نعم، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. موضوعنا اليوم على الأرامل والمطلقات الكثرة بالعراق. نعم، وضع المرأة العراقية بشكل عام، يعني في اليوم العالمي للمرأة العراقية اللي مر يوم أمس، وضع المرأة العراقية يعني في 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 انتكاسة وفي تردي بسبب يعني الفساد الحكومي مثل ما قال الأخ أبو كرار، قال لك على الأقل وجبة تموينية. الفساد الحكومي موجود يعني بكل محافظات، يعني ما يعني ما لها يعني ما جاي يسوي لها حل، يعني هسه الأرامل لاعت الرواتب، المطلقات جاي يقصون من الرواتب والأرامل، يعني شنو ذنبهن؟ يعني الدولة وين إحساس؟ الحكومة وين؟ يعني ما عندهم ضمير، يعني يشوفون هاي العالم يعني شو تسوي، يعني شو تسوي، يعني ليش ما يسوي لها حل؟ نعم اخي رياض، اسمعك. نعم نعم نعم، يعني انت برايك وضع المرأة يعني وضع المرأة العراقية، وضع المرأة يعني حيل نعم. حيل تعبون العراقية، ما تستاهل يعني هذا التعب، يعني نعم. هاي العراقية يا ما ضحت يا ما انطيت، والتعب والضيم وكل شيء يعني تحملت، وقالوا مثلا يقولوا لها ما لك حقوق وما لك فتش، يعني ليش يعني شنو الجزار؟ نعم، يعني ليش يجازونها بهيك؟ يعني المفروض ما ينسي تعبها، ما ينسي العراقيه البطله، يعني الاف السنين صار لها تجي الغير دوله لها يعني ابسط حقوق، يعني المرأة غير دوله يعني لها حقوق، لها كل شيء، يعني نعم بخدمه باي شيء، يعني هسه العراقيه تلقاها في الشارع الجدي تبيع ماي تبيع كلينكس، يعني شنو يعني الماعز وين تروح؟ يعني من يتحمل مسؤوليه ما وصلت اليه المراه العراقيه؟ طبعا طبعا يتحمل المسؤول، يتحمل الدوله تتحمل، يعني المفروض وين الدوله؟ شو هي الدوله تفوت 100 من شوفها يجد بالشارع ربع دينار ما ينطي بعد دوله كيشار، ومن تصير انتخابات تعال انتخبونا وتعال سووا لنا فد شيء يعني ونعطيكم ونوفر، وكلها كلاوات بكلاوات، مواد غاليه، كل شيء غالي بالسوق، هسه مين يجيبون؟ ليش هيك يعني العالم؟ ليش هيك؟ يعني تحكي على الدولة يقول لك أنت مو زين، تحكي على ذاك يقول لك أنت ما عندك حق، يعني شنو ذنب العالم؟ نعم. أني أشكرك أخي رياض، كان معنا من بغداد. أبو يوسف من كركوك، تفضل أبو يوسف. أبو يوسف تسمعني؟ طبعا عدد من نساء محافظة البصرة نظمنا وقفة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة في 8 آذار قرب تمثال الشاعر بدر شاكر السياف في كورنيش العشار بمدينة البصرة، وقال عدد من الناشطات بأنهن يستذكرن تزامنا مع هذا اليوم الشهيدات التي شاركنا في تظاهرات ثورة تشرين، كما طلبنا بالكشف عن قتلة الشهيدات بالإضافة إلى مساندة جميع النساء المعنفات، وطالبنا الناشطات البصريات بسن قانون لتجريم العنف الأسري ومنع الاضطهاد الذي يمارس بحق المرأة العراقية. نشوف هذا المقتطف من البصرة ونرجع لكم.
نطالب بتفعيل قانون العفو الأسري ونطالب بحقوق المرأة اللي احنا لحد هذا يومنا احنا المرأة العراقية ما جاي تاخذ اي حق لها، ماكو اي حقوق لها. استذكارا لشهيدات الغدر وشهيدات تشرين وبذلك لتطبيع قوانين لحقوق المرأة وللعنف الأسري، قانون العنف الأسري الذي لم يقر لحد الآن، بما تعانيه المرأة من الاضطهاد، من الظلم، من التعنيف، من حالات الاغتصاب، والقانون يتغاضى عن هذا الشيء، الدولة تتغاضى عن هذا الشيء ولا أي أحد يستجيب لمطالبنا. نحن اليوم كنساء بصراويات خرجنا لمطالبة حقوق المرأة وتشريع قانون العنف الأسري وكذلك توفير دار للمعنفات. احنا مجموعة من الفتيات البصريات قررنا انه نطلع تجمع لأجل روح الشهيدة ريهام والشهيدة سعاد والشهيدة سارة، الرحمة على أرواحهم. طلعنا نمشي على خطاهم ونطالب بحقوقنا، وهذا أقل شيء ممكن نسويه إحنا. معنا اتصال عطوان من بغداد، تفضل عطوان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا بك، يا أهلا بك. سلمك أستاذ عمر يرحم أمه. دخلنا. نعم. وأنا رجل كبير. الله يساعدك أستاذ عمر. أهلا بك، تفضل. منور خصائص الله يحفظك أستاذ عمر. الله يسلمك يعني. يعني مش بنات وولد اثنين ثلاثة والبنات خمسة، كل حقوق ما هي بالأهل هاي ما عندي. نعم الله يحفظك أستاذ عمر. نعم نعم والله ولا طابوقة بالبلد أستاذ عمر الله يخليك. يعني انت ما عندك وصل صوت الرئيس الوزراء. نعم ما عندك بيت، ما عندك قطعه ارض، وين قاعد؟ عندي طابوق. وين قاعد؟ مناطق التجاوز لو وين؟ لا والله ايجار التثمية الله شاء. ايجار. نعم الرعايه الاجتماعيه وعقيد مختار وجيش. انا بمدينه الصدر. نعم يوميا مكان قاعد قطعه. اي والله ايجار يوميه بمكان، شلون ام الفزازين؟ الله يعينك. اي والله بالله العظيم يعني دمار مدمر ذات بالحرق. نعم ما عندي طفرات يعني ما هاي الحكومه السيد الوزراء يعني ما يبطل حالنا يعني دمار مدمر دمار والله. المواطن العراقي حصل على قطعه ارض. نعم ان شاء الله صوتك صوتك مسموع. ما عندك راتب من الرعايه الاجتماعيه؟ ابد والله ابد. ان شاء الله صوتك ان شاء الله صوتك ينسمع. انا اشكرك عطوان من بغداد كان معنا. خلونا نقرا هذه الرساله قبل ما ناخذ فاصل. يقول السلام عليكم وعلى كاد الرافدين. يقول كل عام والمراه العراقيه بالف خير. يقول الله يحفظهم يحفظهم ويرعاهم من الحكومه الفاسده. يقول سلامي إلى الأمهات والأخوات، نحن نفتخر بكم يا أخواتي. نعم مستمرون معكم أعزائي المشاهدين بتقديم هذه الحلقة، نأخذ هذا الفاصل ونعود إليكم. الوطن أغلى مني وأغلى من عائلتي وأغلى من أولادي، هذول كلهم ولدي. إيش بعد معاصر أنا وياهم؟ إحنا كل التعيد وحدة، أنا عراقيين على الغيرة. قضية أبد نهائيا مو تعيين وتغيير وما أعرف شنو، لا صارت القضية قضية وطن، قضية إسقاط نظام. إحنا النظام ما نريده.
أهلا بكم من جديد، معنا اتصال أبو مصطفى من الموصل، تفضل أبو مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أستاذ عمر عزيزي. نعم. أنت يا هلا بك، تفضل. المرأة إحنا نعم أبو مصطفى، يا ريت تسمعني من التلفون مباشرة وتنصت التلفزيون للأخير. نعم نعم تفضل. نعم نعم بالنسبة للمرأة، المرأة الإسلام من فضل الله علمنا وحرر المرأة قبل 1400 سنة. إحنا المرأة عندنا معلمة كرمة، لكن إحنا ما عندنا حكومة، فاقد الشيء لا يعطيه. هؤلاء العصابة اللي تسلطت علينا من 2003 لليوم، مو بس المرأة ما خلت قيمة البشر كليته، مو بس المرأة، المرأة انتوفيت. احنا بالذات العرب السنة للأسف نقولها بمرارة، يعني تهجيرنا مقصود من قبل المجوش والصهاينة اللي انتهاك عرضنا. اللي عنده 4-5 بنات شو يسوي؟ من الضيم ومن الخوف وحرصوا على عرضه، بدأ يزوج كل من يتقدم، مو بشم برات ولا برات البنت، لأنه بس يريد يصر على ابنته ويصر على عرضه، لأنه العرض غالي أغلى من الروح. وإحنا عندنا بالعرب تقتل الشخص ولا تنتهك عرضه، وعلى كل إذن نعرضه. هذه موجودة من آبائنا وإجدادنا وحتى بالجاهلية. ولكن اليوم أنت ما عندك حكومة حتى نسلط الضوء على الحكومة، إلما إحنا علينا أن نقلع هاي العصابة، مو حكومة، حتى نقدر نحرر المرأة والشايب والشباب والإستاذ. أي حرمة هي ظلت من الحرمات العراقية؟ لا حرمة دائرة، لا حرمة جامعة، لا حرمة عرض، لا حرمة عرض. إحنا شنو اللي بيدنا هسه؟ إحنا ما بيدنا غير عصرة تحت أقدام هؤلاء الخونة المجرمين اللي صاروا ديون للمجوس واليهود. إحنا من نجي نسلط أخوانا، أي حقوق المرأة؟ نخلي المرأة تطلع دايحة بالشارع؟ شين غيرتك أنت؟ لو هو عنده شرف وعنده، قلت لك فاقد الشيء. إحنا شلون الشيخ طقعان إذا سمعت ذي؟ أكو مثل على الشيخ طقعان، من قالوا له الشيخ توفى، فقالوا والله منه الشيخ وصى إنه عنده طير، وإذا يوكر الطير على رأس أي واحد منكم هو اللي يصير الشيخ. هذا قام طقعان أرذل ما بالقوم، قام ولبس هدوم الشيخ الأولي اللي كان مربي على الطير ويعرف ريحته أو متوالف على ريحته، قام وطار وين؟ وكر فوق راس طقعان. العشيرة تملك قالوا ما نقبل طقعان، أرذل الناس ردي ما نريد على شلون يصير عندنا شيخ. قال النوب قالوا عيد الكرة، عاد الكرة هذا الطير يجي على الملابس ما يجي عليه، فصار فوق أيضا على طقعان، صار عليهم شيخ طقعان. أنا أشكرك أبو مصطفى من الموصل، كان معنا أبو أحمد من الفلوجة، تفضل أبو أحمد. نعم تفضل. ألو. نعم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، يا أهلا بك، تفضل. عليكم السلام. والله عندنا هنا ساعدنا هسه عنا تقريبا يعني بالفلوجة، بس الضحك على الشوارع، بخلي لك المزهريات والشوارع مالتهم، خلي جاك محمد روكان، فات فلان، فات علان، الدنيا كليتها. تعال طوب، تعال طوب على شوارع الجوة، أشياءها زبالة يعني، وما يعني احتراماتكم يعني فرد ناب، يعني فرد ناب، يعني ضحك عليها تقول هاي الفلوجة يطلعون عليها تبي الفلوجة يسوون إيه؟ تعال شوف جبال، تعال شوف ذولا خطيها المنكوبين ذولا هسه قاعدين هسه بجبال هناك، أقسم بالله العظيم ناس يعني حيل ناس واقعين تحت الصفر، هاي بالأخص منطقة جبال، هاي مال جبال، وحاطين لي يجيبوا لي حصان يحطوا لي على الشارع، جايبين لي نافوره حاطين لي اياها، جايبين لي بلاطات حاطينها على الشارع. تعال شوف والله العظيم اتحدى واحد، اذا واحد من هذول المسؤولين اذا عنده بيت هناك بجبل ويشوف الشوارع شلون زباله، وقالت لك فردوب لا تبليه الشوارع لا فد شيء، وها وقاعدين وحاطين ها والله هاي تعال شوفهم وحاطين لهم هاي السمتيات من شلون يصورون بيها ومكبينها ومكبينها فوق الفلوجة. نعم. تعال شوف الفلوجة شلونها بالليل. نعم. تعال شوفوها بالنهار شلون نشوف وضع المرأة. نعم. العراقية بعد 18 سنة من الغزو والاحتلال الأمريكي، والله ما المرأة مظلومة يعني
إيه أنا ما عندي خبرة على هذا الشيء، لا أنا لا متزوج ولا في شيء، ما أعرف يعني بس أنا أقول لك يعني أنا أحكي لك على الأوضاع بالفلوجة فرد ناوب كلهم كذب بكذب، حاطيني نراقيل حاطيهن وين على الفلوجة وحاطيهن هاي النرقيلة مال مين ما أعرف، مال مسؤول كبير مال صغير ما أدري من جايبينها، أتحدى واحد هسه أنا بالشارع يمشي بالفلوجة هناك ويجيب لي عربانه ويمشي بها بالشارع، لازم يقول تعال جاي، تمام انت ما ركزين هذا. أنا أشكرك أبو أحمد من الفلوجة كان معنا. كنان من بغداد تفضل. كيان. السلام عليكم أستاذ عمر. السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك يا حبيب قلبي. المرأة انظلمت من الحكومة بالباب الأول ومن المجتمع بالباب الثاني. نعم. من الحكومة ما وفرت لها الحياة الكريمة المحترمة ولا أنطتها حقوقها ولا أنطتها أي شيء، هي الحكومة أساسا دمرت البلد كله، بس إحنا اليوم أنت برنامجك خصوص المرأة. المرأة ظلمت ظلم كبير من خلال الحكومة ومن المجتمع، من تقاليد عندنا تقاليد بعض التقاليد من المجتمع متعصبة ضد المرأة، متعصبة إلى درجة، وهاي الحكومة عليها تراجع نفسها وتراجع. أكو نساء يقودن دول أخي، أكو نساء يقودن دول، أكو نساء عندهن منجزات ما مسويهن أي سياسي من ذول السياسيين الفاشلين، أكو نساء يرفعن الرأس. تحية للنساء العراقيات وتحية لأمهات الشهداء وتحية لأمهاتنا الطيبات وتحية لكل مرأة عراقية، وأقول للمرأة العراقية إن شاء الله إن شاء الله أنت مرفوعة الرأس ويومك قريب وفرحتك قريبة إن شاء الله، ونخلص من هاي العفة هاي الحكومة الفاشلة الفاسدة المتستحي. يطلع لنا هذا من ساعة أنت بداية برنامجك هذا الشيخ همام حمودي، أنا ما شايف شيخ اسمه همام حمودي، سايق تريلة لاعب كرة قدم، هذا الفاشل اللي ما يدري بالحياة شلون، اللي ما يدري بالدنيا شلون، اللي ما يدري بالكذا شلون، ويسولف على الفلاطين، ما عايش بالعراق هو، لا كان قاعد بالجادرية وما يحس بالمرأة بمعاناة المرأة. أخي المرأة تشتغل عمالة، بيا تاريخ هذا المرأة تشتغل عمالة تحمل طابوق. المرأة أو العمل شرف على العين وعلى الرأس، بس هذا مو مكان المرأة، مو مكانها. المرأة مكانها محترم ومقدر مكان المرأة، وعيب على هاي السياسيين وعيب على هاي الحكومة الفاشلة، وهاي الحكومة الفاشلة لو ما المرأة ما تصير نهائيا. وأنا أشكرك وأشكر برنامجك وأشكر قناتك الطيبة. شكرا أخي كيان من بغداد كان معنا. أبو عمر من بغداد تفضل. أبو عمر تحياتي لك أستاذ عمر ولقناة الرافدين البطلة. أهلا وسهلا بك. يا أهلا وسهلا أستاذ عمر. بالنسبة موضوع المرأة اللي هو له تاريخ يعني قديم من زمن الإسلام، من زمن نبينا عليه الصلاة والسلام اللي قال الجنة تحت أقدام الأمهات. النبي بذلك الزمان بالإسلام وصى المرأة إذا كانت الأم وإذا كانت الأخوة فكلاهما واحد يعني ماكو فرق. فبالإسلام كانت المرأة تساعد أخيها يعني بالقتال المعارك، كانت تطبخ وتعاون المسلمين في ذاك العصور القديمة. وبعد ذاك العصور أستاذ عمر الحياة تفتحت وصار تقدم يعني بالعالم كله، وصارت الزراعة وصارت الصناعة وصارت إن حكومات قديمة قبل 2003 وانت راجع يعني بكل دور الحياة كانت المرأة. يعني برأيك أبو عمر هل الحكومات وحدها اللي تتحمل المسؤولية؟ يعني الأخ كيان قال يعني كلام مهم، قال المرأة العراقية ظلمت من الحكومات المتعاقبة وظلمت كذلك من بعض التقاليد المجتمعية. أستاذ عمر هي انظلمت مو بس المرأة، حتى الرجل انظلم يعني من ضمن هاي الحكومة. ليش؟ لأن الحكومة ما اجت على أساس بناء المجتمع العراقي، يعني الحكومة من إلها أساسها وإلها بنايتها بالبنى التحتية ومجال الحياة وتقدم الحياة.
لما وصلت المرأة ولما وصل الرجل إلى هاي المرحلة اللي نشوفها أبناء الشعب العراقي المدمر المذلول، يعني يعني نقدر نقول ما عندنا فد أعياد مناسبة، يعني ما أقدر أتخرج عن الموضوع، يعني أعياد الجيش أعياد الشرطة فكلها غير مناسبة ترقيعية، يعني ما منها مكانة. نعم أخي أبو عمر، أنا أشكرك أبو عمر من بغداد كان معنا، وفي ختام هذه الحلقة نتوجه إلى المرأة العراقية بكل التهنئة ونقول لها كل عام وأنت بألف خير. شكرا لكم أعزائي المشاهدين وإلى اللقاء بإذن الله.